صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. في البداية عايز أقول كلمة: كفاية بهدلة، كفاية تقطيع في مصر، كفاية علينا الهموم والغلاء والوباء اللي بيحصل في العالم كله مش في مصر بس، وناس تبقى عايشة بره مصر وتحاول تولع الفتنة وتشعلها، سواء أولهم مسيحيين ولا يكون ثانيهم مسلمين. هنشوف شخصيتين إزاي بيحاولوا يولعوا الدنيا والنار. رئيس جريدة ولا مدونة الأقباط الأحرار بيقول لك: لماذا تعاقبون الأقباط المسيحيين بره وجوه؟ بيتعاقبوا إزاي يا أخويا؟ بيقول لك: الحكومة المصرية عموما حكومة بيديرها أفراد مستوى ذكائهم مصنوع من مركزات مخلفات حل منقوع البلغ وحبوب العمى الحيثي. عندما تطالب مصر من كندا أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة الدخول لكندا للمصريين، وإلا ستتعامل أو ستعامل الكنديين المعاملة بالمثل، وتشترط أن الكنديين من أصل مصري ياخدوا تأشيرة الدخول لمصر قبل السفر، وإلا شركات الطيران لن تسمح للمسافرين بركوب الطائرة بما فيهم المصريين الكنديين. بالذمة حد سمع عن دولة عندها أكبر طاقة من مسؤولين مختلين عقليا لهذه الدرجة؟ إنها ليست سرقة بالإكراه، إنما هذا أسوأ أنواع استغلال ومهانة للمصريين المحبين لوطنهم. كلامه كلام فارغ، مش فاهمين هو عايز يقول إيه بالظبط. هل حقا ترغب مصر أن تفقد رحلات 75% من المصريين الكنديين لمصر؟ تخيلوا معي، مهما بلغ عدد الزوار السائحين الكنديين من غير أصل مصري الذين يزوروا مصر سنويا هيكون كام؟ مستحيل أن يفوق عدد المصريين الكنديين. إذا ما هو الحل؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار؟ احتمال لأن كندا بها عدد لا بأس به من الإخوان والخونة، وبالتالي تمنعهم من السفر لمصر حتى بجوازات كندية، لأنها لن تعطيهم التأشيرة من الأساس. وأيضا ستمنع أي كندي من أصل مصري أن يعامل معاملة الكندي على أرض مصر. وإن كنت أعتقد أن أي جواز أجنبي لا يحمي أي مصري ما زال يحمل الجنسية المصرية. طبعا هذه الأسباب مجرد افتراضات لا أكثر، كمحاولة إني أفهم هذا القرار غير الدستوري والغير الوطني الذي يسقط من أول جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا. لماذا اختارت مصر كندا دون عن جميع دول أوروبا وجميع الدول العربية والإسلامية وأستراليا والصين وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية والكويت وحدث بلا حرج؟ أنت تعبت بالبحث، تعالى بقى هقول لك إيه اللي حصل. أكبر تجمع الأقباط في العالم كان في أمريكا والآن أصبح في كندا، فلماذا ما نعكرنش عليهم زي ما عكرنا عليهم قبل كده وخليناهم هاجروا؟ طيب انا هقول لكم حسبة بسيطة. تقدر تقول لي اسبوعين في اجمل شواطئ في العالم بدون قلة ادب وتجرمة وقلة الذوق والقذارة في المعاملة على بعد 3 ساعات ونص بالطيارة من اي مدينة في كندا، اكل شارب نايم بالطيارة، واتوبيسات النقل المكيفة من المطار الى المنتجعات بداية من $750 كندي. الأسبوع ضيف عليهم $400، تقعد أسبوعين السعر شامل الطيارة. تعالوا نشوف سعر تذكرة السفر لمصر بالطيارة من تورونتو، ولو أنت جاي من أي مدينة علشان تاخد مصر للطيران يبقى ممكن تركب طيارة بحوالي $500 للوصول لطائرة مصر للطيران. تعالوا بقى نبحث عن سعر تذكرة الطيارة في النت لمصر. في مواقع أسعار طيران رخيصة وجدت أقل سعر $2300، بل يصل إلى $4000 حسب الموسم. بذمتكم دي بلد عاوزة تنهض بالسياحة؟ الرحمة يا خلق، ناقص تدفعوا المصريين المقيمين في الخارج $1000 في السنة علشان ياخدوا إقامة ببلدهم.
تصدقوا بكرة تطلع في نافوخ واحد من الجهابذة اللي أفاتوا بالتأشيرة لمصر علشان يدخل بلده، يقول لك فكرة 1000 دولار يعتبره ولا حاجة للمهاجر هيحفظها أو هيطبها من الشجرة اللي في الفيلا بتاعته وهو جاي. ده كلام مش معقول، إيه علاقته بالكلام اللي اتقال؟ بس ما علينا. الجهات المعنية في مصر تتخذ الإجراءات القانونية ضد أمير منير داعية العمرة الأونلاين. قررت الجهات المعنية في مصر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الداعية أمير منير الذي أثار الجدل بإعلانه إمكانية أداء عمرة للغير بواسطة تطبيق يسمى عمرة البدل مقابل 4000 جنيه. وتقدم محامي وزارة الداخلية والنائب العام ببلاغ ضده بتهمة في ارتكاب جرائم تلقي أموال وتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب، مع ارتكاب جرائم التطرف والتكفير والتحريم واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبس سمومه. ربنا يرحمنا برحمته من الناس دي اللي بقت حاجة صعبة جدا. البابا تودروس ودعنا الدكتور سعيد حكيم ود أنطون يعقوب اللذين يعدان من أفضل الأساتذة في الدراسات الكنسية القبطية. أثنى قداسة البابا تودروس الثاني على مسيرة الراحلين الدكتور سعيد حكيم والدكتور أنطون يعقوب اللذان يعدان من أفضل الأساتذة في الدراسات الكنسية القبطية، وجاء ذلك في بداية عزم قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي. ودعنا الأسبوع الماضي اثنين من أفضل الأساتذة في الدراسات الكنسية القبطية الأستاذ الدكتور سعيد حكيم يعقوب، وهو أحد المتخصصين في كتابات الآباء وفي الترجمة من اللغة اليونانية، وله إنتاج وفير أكثر من 37 كتاب، وهو كان يدرس في مركز دراسات الآباء والكليات الإكليريكية. وآخر مهمة كان مسؤولا عنها الإشراف على الدراسات العليا، أشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه. رحمه الله وجعل مصر دايما للخير. أما الأخ مش عايز أغلط، الأخ أسلمت القبطيات معاز عليان، لو عايزة تشهري إسلامك في سرية تامة كلميني خاص. معلقون ازاي الحكومة سايباه يعمل فتنة؟ عسكر بمصر ممنوع مسيحي يدعو للدين بينما السلفي واخد راحته. في الوقت الذي تتاج فيه حوادث اسلمة القبطيات بمصر، دعا معاذ عليان الذي لا يتوقف عن الاساءة للمسيحية والهجوم على الاقباط عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لاعتراق الاسلام، حيث كتب عبر حسابه على الفيسبوك: لو عايز تشهري اسلامك في سرية تامة كلميني خاص وهنقول لك الخطوات القانونية وفي أمان تام. وربط رواد التواصل الاجتماعي هذا المنشور وبين اختفاء القبطيات وخلصوا إيه، لأنه بذلك يؤكد أن جزء من جماعة تعمل على أسلمة القبطيات. حي المقال طويل جدا. المهم أثار المنشور عليان سخرية واستياء لعدد كبير من الأقباط. والليبرالي أحمد عرفات بيقول: يا ريت ما تنساش تقول لهم على حد الردة، وإن مفيش حرية وأمان تام غير في الدخول وبس. سرية تامة دي مش بيشوفها غير في إعلانات المنتجات الجنسية. أهم حاجة تبقى بحرية واقتناع، مش بغسيل مخ وزن وعروض وأوفر. هو الشيء اللي متساب ليه، والإزراء الأديان ده بيتعمل لناس معينة. بلد غريبة بجد. الكام ألف لايك دول اللي عند معاذ دول ليهم صوت انتخابي. تخيل يا مؤمن، أنا مش عارف الدولة سايبة إزاي ده. وسلمني على الحرية والعدالة الاجتماعية، ولو رجعت في كلامك هنعمل لك وقفات حقيقية ونطالب بأختنا المخطوبة إشهار وسرية بنفس الجملة. هي وصلت لكده كمان، مش هنخلص بقى من العته ده أبدا. هو يا جماعة إزاي الحكومة سايبة واحد زي ده والكلام اللي يودي البلد في داهية ويعمل فتنة بين المصريين؟ الحمد لله عاملة له بلوك عشان الأشكال دي كل ما بتاخد رد فعل حتى لو هزيء بتنبسط. ولماذا السرية التامة والأمان التام وكل كأن سيف الردة المسيحية على رقاب العباد؟ قليل من المصداقية وقليل من الحياء، ده عاملها حرب معانا. إشهار في سرية تامة متعارضة مع بعضها، هي كده تبقى عصابة نعاس. ممكن رقم الدليفري ومصاريف الشحن، هو يعرف إنه إذا تحدث بشكل صريح عن حد الردة ستأتي النتيجة عكسيا عليه. في سرية تامة والوسطاء يمتنعون، تحس إنه داخل على الأزرار. نفسي أعرف رأي الأستاذ لما مسلم يحب يبدل دينه، إيه الخطوات القانونية وهيبقى إيه وضعه ولا دستورية وإن أي في التغيير؟ تشهر في سرية تامة الاثنين، وكان
قال الكاتب الليبرالي والباحث سامي عسكر، عندما تستهدف مسيحيات تحديدا وبغض الطرف عن الذكور يبقى الهدف مش دعوة ودين بل ايه سيطرة واضعاف. وقال وعندما تصاحب دعوتك شيطنة وتكفير للمسيحيين يبقى القصد مش هداية ولا رشد ولكن حرب وسياسة. لافتا مصر لها وضعية خاصة ممنوع فيها المسيح يدعو لدينه بينما السلفي واخد راحته على الاخر. هذه الوضعية خلقتها دولة السادات الاخوانية ولازالت اثارها بقية الى اليوم، ورحم الله مصر من كل هذه السيئات. شكرا لكم احبائي واعزائي.